المسافة القانونية 6 أمتار و 15 سنتيمتر. وفي الاستعداد لتنفيذ الضربة هناك اللاعب أمين الرباطي، هناك أيضا اللاعب رشيد السليماني. من سيتولى التنفيذ أعتقد سيكون اللاعب أمين الرباطي، يحاول التركيز جميلة جدا لافتتاح التسجيل. الحكم مرة أخرى يعيد حائط التصد إلى المسافة القانونية، ومحاولة إذا ننتظر محاولة جميلة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. أمين الرباطي.